الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني، حيث شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب على التزام الأكاديمية بدور حيادي في الحوار الوطني، مؤكدة أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وقد توجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم هذا الحوار. سيذكر التاريخ أن بين جنبات هذا المبنى انطلق أول حوار وطني بين القوى والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة. ولأن الأكاديمية منذ نشأتها وهي مصنع إعادة بناء الإنسان، فهي مؤسسة وطنية وستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة بجميع فئات الشعب والقوى السياسية والمجتمعية، مسخرة كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحوار الوطني مع التزامها التام أن تقوم بدورها هذا بتجرد وحيادية وشفافية وعلى مسافة واحدة من الجميع حسب تكليفات السيد رئيس الجمهورية.